السلام عليكم. طب ازاي تخش كده فين يا علي؟ ازاي تخش كده؟ ايه اخش ايه بس يا ست انجي؟ احنا بنصور. اخش تاني. انت بتصوري مع احمد زكي يعني؟ يبقى يا ست هاني بنتي المفروض تساعد ستي اعلاميه، المفروض تتسجلي مع الناس الغلابه. بس انا بسجل دلوقتي. وماله يا ست؟ هو حسام فهمي يعني؟ حضرتك يعني انا عندي شكوى ولازم توصل لستك، ستي اعلاميه لازم تتكلم. عمنا خلص تصوير وبعد كده يا عم انت راجل مش حاسس بحاجه، اسكت. انت راجل صاحب قهوه بتكسب فلوس قد كده. انا راجل سمكرة على قد حاجه. انا راجل سمكرة على قد حاجه، لا عندي مكان اسنطر فيه ولا عندي مكان ابات فيه، حتى الصناعيه بتوعي اللي بقف في الشارع تيجي البلديه تشيلنا. يعني مفيش حد بيساعدك. انا ده الموضوع اللي انا بسال فيه يا ست هاني. انا هوصل رسالتك طبعا. حضرتك انت عايز مننا ايه؟ او انت عايز توصل رسالتك في ايه؟ ايوه احنا لازم نقف جنب بعض، لازم كل واحد عنده محل واسع يدي حته لاي صنايعي يقف فيها جنبه، ما فيهاش حاجه. ايوه مش في سيره رحم، مش في سيره رحم حضرتك؟ مش احنا كلنا اولاد ادم وحواء؟ يبقى اذا في سيره رحم، لازم نرحم بعض يا ست هاني. كل واحد مبسوط عنده مكان، يعني الاستاذ مثلا عنده بسم الله ما شاء الله شوفي قهوه اهو عمال يبيع في لا مؤاخذه في مشاريب وشيشه وسحلب، يعني بيكسب على قلبه قد كده. يا عم الحاج والله ما بقول يا ست هاني، انا بقول يعني بسم الله ما شاء الله يعني بيجي له فلوس كل يوم قد كده على قلبه. يا عم انت في ايه يابا؟ في ايه يابا؟ بس عايز ايه؟ اقعد اسمكر في الشارع تيجي. طب انت عايز ايه يعني؟ انا بس احنا مش لازم نقف جنب بعضينا. لازم نساعد الاوفه، لازم مش الاوفه مو اثنين، مش يبقى اثنين بس ثاني ثلاثه كمان مش كده؟ يبقى حضرتك لازم نقف جنب بعضينا، ما فيهاش حاجه صح؟ مش صح يا استاذ؟ انا بقول لحضرتك يعني مش كلنا لازم نساعد بعضينا ولا مش نساعد بعضينا؟ مفيش مشكله. بس الله يبارك لك، هو ده اللي انا عايزه منك. الله يبارك لك. الله يبارك لك. ادي حمو يا معلمي. تعالى يا ربنا طلع جدع. في ايه؟ طلع جدع. ربنا يخليك. حمو مين؟ انا حمو. انت بتعمل ايه يا ابني؟ ربنا يبارك لك. الراجل بتعمل ايه؟ اللي احنا هنا هنا بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ ماله ماله ماله؟ ربنا يكرمك. والنبي طلع جدع، والله طلع جدع. على ايه؟ على ايه بس؟ مش عارف الراجل. هات يا ابني. بس يا عم انت عارف ايه؟ انت يا عم انت. يا لازم يا عم تجيب معايا عليا كده. بتمسك فين؟ بتمسك عليا. طب ممكن اكشف عليك؟ ايه ده؟ انت خاطب؟ ايه اللي دخل ده بده يا دكتور؟ ده سؤال علم نفس. انت خاطب؟ لا مش خاطب. وانا متجوز؟ لا مش متجوز. هو ايه اللي دخل ده بده يا دكتور؟ يا ابني سيبني انا هكشف على النبض بتاعك. ياه صدق الساعتين متوافقين. ايه اللي دخل ده بده؟ وريني كده. اسكت بس، قول اه. اه كمان اه. اه كمان اه جامده. ايه اللي دخل ده بده يا ابني؟ انت بتشتكي من الالم في هنا؟ اه. ايه ده يا ابني؟ ده اسلوب العلاج الجديد بتاعي. انت ما تعرفش ان ده علاج؟ علاج ايه يا دكتور؟ يا ابني انت لازم تكون واثق في الدكتور بتاعك. العلاج الميتافيزيقي بتاعي هو اللي هيروقك. ده علاج يا دكتور؟ شوف يا ابني الحاله بتاعتك دي حاله مستعصيه، بس ان شاء الله انا اللي هعالجك. وريني علاج ايه يا دكتور؟ وريني. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ شويه بس كده. ايه ده؟ يا سلام. ايه دخل ده بده؟ يا سلام. تعالى كده. واحد اثنين. انت بتعمل ايه يا دكتور؟ بعالجك علاج طبيعي. علاج ايه يا دكتور؟ لا لا. ايه اللي دخل ده بعرض روحي؟ يا ابني اسمعني الله يرفع عليك. استنى بس. ايه ده؟ انا هشوف بتاعك الحرارة ده. ايه ده؟ ايه ده؟ تصدق؟ يا ودنك حلوة قوي قوي. يا بس انا بتعمل هنا الله يخرب بيتك. وانا كل مرة اجيبك من عمرو شك اطلع بره. بره يا مجنون يا ابن المجنونة. مين ده؟ ده مريض نفسي وبيتعالج عندي اصلا. انا مين حضرتك؟ انا الدكتور محمد وبيتعالج عندي ومن حبه فيا عايز يبقى دكتور، فانت اهدى معلش حقك عليا.
ما تجيبش سلعه عشان ربنا قدام حد. ما ينفعش يا دكتور. خلاص اهدى بقى، عايز التذكره خدها. مجنون ابني مجنون. اهدى بس اهدى بس اهدى اهدى ريلاكس. خليك ريلاكس خليك ريلاكس خليك ريلاكس. ايه ده؟ خليك شوف عليك. ايوه اهدى بس اهدى. عندك كام سنه؟ 21. اسمك ايه؟ كمال. اسمك ايه؟ قول كمال. كمال ايه؟ قول كمال لايس. طب اقف كده. ممكن تقلق؟ قلق يا دكتور. اقلق البنطلون عشان اديك الحقنه الشرقيه. ايه اللي دخل ده يا دكتور؟ عشان تنضفه. الحقنه الشرقيه. قلت ايه يا دكتور؟ الحقنه الشرقيه عشان ننضفه. قلت ايه يا دكتور؟ ايه اللي انتوا بتعملوه ده؟ اقف ما تنضفش. هينضف. 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 ايه ده؟ هينضف. هينضف. اوعى. اوعى. من اهلا بيك يا حبيبي، نورتني. الله يخليك يا دكتور. اسم حضرتك ايه؟ احمد مخروص. اهلا. امال ايه عندك كام سنه حضرتك؟ 34 سنه. وحضرتك شايفني يعني هدومي مقطعه يا حبيبي؟ لا يا حبيبي، طبعا دي حاجه مالهاش علاقه. ايه يعني؟ انا اول مره يعني بتيجي كده كده لقيت دكتور كان محترم. وانت شكلك انا مش محترم. لا انت شكلك راجل محترم، بس يعني ما تضحكش عليا. انا مش بضحك عليك يا ابني. امال ايه يعني؟ اقول لك دي عاده فيا، دي حاجه، دي عاده فيا انا. ماشي يا دكتور. انا مريض كده، انا عندي حاجه، حاله مرضيه. طب يلا حضرتك هتكشف لي ولا هم؟ انت عندك ايه؟ بتكشف لي بطني وجعان. بطني وجعان. مش عارف ايه. ماشي ماشي ماشي. مش عارف انت حضرتك مفيش حاجه عليك. مفيش حاجه، مفيش حاجه، مفيش حاجه. انت متجوز؟ برضه حاجه يعني. انا بقول لك بطني وجعان، قلت لي انت متجوز. ايوه دي لها علاقه. ازاي يعني؟ انا بقول لحضرتك بطني وجعان، بتكشف على ظهري ليه؟ دي واحده بس. البطن بتسمع في الظهر يا حبيبي، مش كل الاعضاء دي مرتبطه ببعض. ده مرتين. اما اشوف اخرتها ايه؟ يا دكتور انا بطني وجعان، انزل ازاي يعني؟ انزل ازاي؟ تمرين بطني ولا؟ عشان تمرين بطن. احنا في الاستاد الرياضي. انزل بس. لا انزل انزل كده. الله. لا هون بقى خالص بقى، ولا حضرتك هتكشف ولا هتتحف؟ يخرب بيتك، انت اللي جابك هنا؟ انت جننت امي، كل شويه تهرب تهرب. اطلع بره اطلع بره. اهدى 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 بس اهدى. صلى على حضرتك مين يعني؟ انا دكتور محمد زايد، ده مجنون ومريض نفسي وبيتعالج عندي، ومن حبه فيا عندي بقى دكتور فادي عشان خاطر. اهدى بس، انت عايز اعمله ايه؟ انا مش مجنون عشان لا ده عارف يا عمي. انا دكتور، انا مش مجنون. هو اللي مجنون مش انت. اهدى بس اهدى بس. عمال يكشف على ظهري ويقول لي المدام حامل. ايه اللي دخل ده يعني؟ ربنا ينتهينا بالسلامه يا جماعه. انت اسمك ايه؟ طب انت اسمك ايه بس؟ اهدى بس، صلى على سيدنا. اهدى بس. انت بتاع زكي؟ انا احمد محروس. احمد محروس؟ احمد محروس. ده باين عليه مجنون هو كمان. لا يا راجل مش مجنون، اصل انت بتقول كلام حاجه. محروس ايه؟ هو انا مش عارف. ايه ده بس؟ ايه ده بس؟ امال ايه يا دكتور؟ ايه ده بس؟ فين حضر المستشفى؟ والله اديك الفيزيتا واديك كل حاجه واديك العلاج وكل حاجه. فيزيتا ازاي يعني؟ يعني اديك التذكره، ما تتكلمش بقى. والله ايه ده؟ صلي على سيدك النبي بس. ما فضلش. عليه الصلاه والسلام. قوم بس قوم بس. قمت عايزك تقلق. انا مش هقول. انا جاي اهو، انا جاي المستشفى مجانين ولا ايه؟ اديك الحقنه الشرجيه في التوته. الحقنه الشرجيه. التوته ازاي يعني؟ اسمع، الحقنه الشرجيه عشان تنضف. هتنضف 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 هتنضف. انا عارف حساب بقى برضه جاب تاني والله. كل سنه وانت طيب وشرفتنا، بس منورتنا ورمضان كريم. رمضان كريم عليك حبيبي. كل سنه طيب. رمضان كريم. كل سنه طيبين. الكاميرا خفيه وفي رمضان. مالك متعصب ليه؟ كل سنه وانت طيب. وانتوا طيبين. ودي الكاميرا ايه؟ والاستاذ فتحي سعد طبعا. رمضان كريم. كل سنه وانت طيبين. وانت طيب يا باشا. ام الترابيزه كنا اتعود على بيه فتحي. وكل سنه وانت طيب. كاميرا خفيه والكاميرا ايه؟ ايه يا عم مستعفى علينا ليك؟ يلا اتعودت؟ اه كل سنه وانتوا طيبين.